عايز اتكلم في موضوع كوليبالي وما يخص النجم طبعا. الساحلي وفكره التراخيص، ان هو لو النجم الساحلي تباطأ في انه يدفع مستحقات النادي الاهلي في المواعيد المتفق عليها بيحق للنادي الاهلي شكوى النجم الساحلي، ووقتها النجم الساحلي بيكون نادي بدون ترخيص او بيتسحب منه الترخيص، فمش هيقدر يشارك في بطولات الكاف المقبله. وبالمناسبه نادي الزمالك ايضا عليه احكام لازم يسددها اللاعبين عشان فكره الترخيص كنادي محترف، ومش عايزين نعيد واقعة اتحاد كره القدم اللي دفع $5,000 لفكره صدور تراخيص والامر ما كانش بالشكل اللوائحي السليم. لكن كالعاده دايما وارد جدا او يعني طبيعه اعتاد اتحاد الكره ان هو يتغرم بعد ان هو يسير خلف نادي الزمالك. طبعا قضيه الترخيص $5,000، لكن في القضيه اللي كانت موسم 2018-2019 كانت قضيه تاجيل الدوري العام لبعد امم افريقيا، وانا واخد اتفاق ضمني ان البطوله هتتلعب بعد امم افريقيا عشان فرجاني ساسي مصاب. النادي الاهلي طالب بتحديد المباريات قبل موعد 30/6، اتحاد الكره رفض طبعا وقرر ان هو يعني يميل في كفة نادي الزمالك بفكرة استكمال الدوري بعد البطولة، برغم ان النادي الاهلي حقق البطولة دي بعد ما تم استكمالها بعد امم افريقيا، لكن النادي الاهلي ما سابش حقوقه الادبية وما سابش حقوقه المالية، وقدر يحصل على حكم يستعيد النادي الاهلي 150,000 جنيه. وبرضه انا هنا مش عايزك تبص لفكرة قيمة المبلغ على قد ما فكرة القضية اللي بيدافع عنها النادي الاهلي. النادي الاهلي بيحصل على حكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بتغريم اتحاد الكرة 150,000 جنيه لصالح الاهلي بسبب امتناع الاتحاد عن تحديد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري موسم 2018-2019 قبل 30 يونيو. اتحاد الكرة جهة مسؤولة، جهة بتخضع للأجهزة الرقابية، بيتورط بقراراته ان هو يدفع 150,000 جنيه للنادي الأهلي تعويضا عن قراراته اللي كانت فيها مش شبهة مجاملة، كانت فيها مجاملة واضحة، والنادي الأهلي برضه قدر يحسم الدوري الألذ.